أحاديث كثيرة وكبيرة وطويلة في نفس الوقت تناولت مقام اللامي الذي كان من ابتكار وصياغة مطرب العراق الأول محمد القبنشي. والحقيقة أن هذا المقام أخذ هذا الشوط من الاهتمام لأنه تعبير عن ظهور اجتهاد في صياغة هذه النغمة، ونقدم هذا المقام بصوت المطرب الشاب صباح هاشم. وطرنا عقب ذاك الطرب، ويلي بالهم مقضينا وياك، وطرنا ليالي اللي مضت، ما تعود لي. شلون يا قلبي يا ويلي يا وحيد يا بيا يا يا كان القلب سالي لا 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 خي يا نبي لا جابك الله ويا لا جابك الله كان القلب سالي
ومنه اللي جيبن ولش مصيب منه اللي جيبن ومنه اللي يجيبه ولش مصيبه.